محافظة جنوب سيناء. هنا الويبع من أحدث موال الهيئة فندم، تم إنشاؤه سنة 85 لربط المشرق بالمغرب العربي وربط مغرب آسيا بقارة أفريقيا بسد مبادئ التجارة والربط. ودي كانت تقدم الفكرة أو يمكن حضرتك ده الاتفاق العربي أو التعاون العربي الوحيد اللي ما وقفش لغاية دلوقتي، وخاصة بوجود شركة الجسر العربي على الخط، هو دي الحاجة الوحيدة المستمرة وما حصلش فيها أي مشكلة في خلال الفترة اللي فاتت، سواء اللي هو مينا نويبع مع مينا العقبة مع العراق. حاضر.